يا خالد يا خالد تعال معايا شوف اللي بيحصل هنا في الأوضة. أنا قرفت بصراحة، طول اليوم عمالة أنظف وأمسح وأكنس والآخر برضو الريحة الوحشة لسه مالية أوضة النوم. أنا قرفت يا خالد ومش عارفة مش عارفة الريحة دي طالعة منين. والله يا حسناء عندك حق، أنا بصراحة ماشي شمشم في الأوضة زي الكلب البوليسي، بس مش عارف ليه أنا حاسس كده كأن الريحة دي طالعة من المرتبة. بقولك ايه، ايدك معايا كده تعالي نقلب المرتبة دي ونشوف فيها ايه. هيكون فيها ايه يعني يا خالد؟ المرتبة لسه جديدة، وبعدين انا كنست تحت السرير مليون مرة يعني مفيش حاجة. يا ستي بس اسمعي الكلام وتعالي ايدك معايا. وبالفعل حسناء وخالد قلبوا المرتبة وخالد عمال يشمشم فيها وبيقول انا قلبي بيقول لي ان الريحه الوحشه دي طالعه من المرتبه، بس ازاي المرتبه فعلا زي الفل ونظيفه اهي. ايه ده، استني كده يا حسناء، شفتي الحته دي؟ دي زي ما تكون مش خياطه المصنع، دي زي ما تكون المرتبه دي مفكوكه ومتعاد خياطتها تاني. بقول لك ايه يا حسناء، هاتي لي المقص بسرعه وتعالي نفتح المرتبه دي نشوف فيها ايه. انت بتقول ايه يا خالد؟ معقول هنبوظ المرتبة؟ المراتب دي لما بتتفتح ما بتتخيطش تاني. لا انا هخيطها ما تخافيش، بس انا متأكد ان في ريحة وحشة طالعة من المرتبة دي. وبالفعل حسناء جابت المقص وفتحوا المرتبة وفجأة يا لهوي، ايه ده يا خالد؟ انت شايف اللي انا شايفاه؟ يا خبر ابيض. وبالفعل كانت صدمة للي شافوه جوه المرتبة. تعالوا معانا نشوف ايه اللي بيحصل في بيت الاستاذ خالد ومدام حسناء، ويلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. في بيت الاستاذ خالد ومدام حسناء، حسناء بتنادي على جوزها وتقول له يا خالد تعالى يا حبيبي، جايبه لك خبر بمليون جنيه، جايبه لك خبر طال انتظاره. اخيرا يا حبيبي اخيرا، وبعد طول انتظار قبضنا الجمعية. يلا بقى يلا بقى، اول حاجة عايزاها من الجمعية تجيب لي مرتبة جديدة. حاكم انا ظهري اتخلع من النومة بتاعت المرتبة القديمة. ايه يا حسناء، ما تهدي كده شوية يا حبيبتي، هو احنا برضو الجمعية اللي بنعمل فيها بقالنا سنة هنضيعها في مرتبة وهدوم ومصاريف نثرية؟ يا حبيبتي خلي معاكي قرشين للزمن. يعني ايه يا خالد؟ يعني مستحيل طبعا اني انام تاني على المرتبة دي. انت وعدتني اننا اول ما نقبض الجمعية هنشتري مرتبة جديدة، رجعت في كلامك ولا ايه؟ لا يا ستي ما رجعتش. بقولك ايه، انا مكلم واحد صاحبي بيشتري حاجات مستخدمة كده وبيعها، بس حاجات ايه؟ اول استخدام. انت عارفة يعني الناس الاغنية بيشتروا فرش كتير قوي وبعد شهر ولا اتنين بيزهقوا منه وبيعوه وغيروا ويجيبوا جديد. فانا قلت لصاحبي ده يصطاد لي كده مرتبة تكون كويسة. راضية يا بنت الناس ولا هتزعلي مني؟ لا يا خالد راضية مفيش مشكلة، بس أهم حاجة تكون الناس اللي بايع المرتبة ناس نظيفة، يعني مثلا ما تكونش المرتبة مبقعة ولا يعني فيها حاجة كده ولا كده، ولا حتى حد لا قدر الله حصل له حاجة عليها. انت عارف انا نجم خفيف وبخاف قوي. لا لا يا حبيبتي ما تخافيش، الراجل ده قال لي انه يعرف تاجر كبير قوي بيجيب منه حاجات وبيعها وبالتقسيط كمان. وعموما يا ستي انا ممكن اخدك معايا وتختاري اللي انت عايزاه. خلاص يا خالد ان كان كده اوكي، ما عنديش مانع. وبالفعل خالد كلم التاجر، والتاجر قال له ان في فرش كويس جدا ويجي ياخد منه اللي هو عايزه. لكن خالد قال لحسناء بقولك ايه يا حسناء يا حبيبتي، انا التاجر كلمني وقال لي انه عنده مرتبة جديدة حلوة قوي، يعني كانت بتاعت ناس اغنية كده والناس باعوها، انا هروح اجيبها واجي على طول. لا يا خالد استنى ما البس واجي معاك، انا لازم اطمن على الحاجة قبل ما انت تشتريها. هي انت عارف انا موسوسة ومش اي حاجة بتعجبني. يا ستي مش هينفع، خليكي وانا هجيبلك الحلو كله. لا يا خالد انا هلبس واجي معاك، يعني هاجي معاك. خلاص لو سمحت اديني ثواني وهكون جاهزة.
وبالفعل حسناء لبست ونزلت مع خالد اللي كان متوتر جدا ومش عايزها تعرف اي حاجة. وفي المحل حسناء بتسأل التاجر وتقول له: بقول لحضرتك ايه، هو الفرش ده جديد قوي، ده زي ما يكون فرش عروسة جديدة، هو معقول حد يفرط في فرش بالجمال والفخامة دي؟ يا حرام، ده مين ده اللي باعه؟ مستحيل طبعا، يكون صحابه زهقوا منه. احكي لي لو سمحت ايه حكاية الفرش ده؟ والله يا ست هانم الفرش ده انا، استنى انت يا ريس، بقولك ايه يا حسناء، اظن يعني قلتلك اني سألت الراجل والفرش زي الفل بتاع ناس اغنية وزهقوا منه وباعوه. ايه يا حسناء انت هتعملي سين وجيم للراجل ولا ايه؟ مش تحقيق يعني هو. يلا يا ريس المرتبة حلوة وعجبانة وربنا يكرمك وتبيع باقي الفرش. يلا يا ست الكل. في ايه يا خالد؟ انا حاسة كأنك مش عايز نسأل الراجل عن حاجة ولا اعرف حاجة، هو في حاجة ولا ايه؟ يا ستي مفيش اي حاجة والله، كل الموضوع ان الراجل يعني ورا شغل وما بحبش كتر الكلام، وانتوا الحريم تموتوا في الرغي والكلام الكتير. يلا يا ست الكل خلينا ناخد المرتبة ونلحق نفرش عليها الملايات الجديدة. حاضر يا خالد اللي انت شايفه. يلا يا حبيبي. وبالفعل خالد مش عايز حسناء تعرف حاجة من البياع اللي باع المرتبة، وكأن خالد عارف سر ومخبيه. اخدوا المرتبة ورجعوا البيت، ويوم ورا التاني حسناء كانت فرحانة بيها جدا وجايبة لها كمان ملايات جديدة. وتمر الايام يوم ورا يوم ورا يوم، حسناء بتشم ريحة وحشة جدا في الشقة وتقول: بقولك ايه يا خالد، مش عارفة ليه انا على طول شم ريحة وحشة في الشقة، هو انت شامم زي كده ولا انا بس؟ اه فعلا انا شامم ريحه وحشه. بقولك ايه، ابقي طلعي كوتشيات العيال اغسليهم، هما اللي بيعملوا ريحه. فكرك كده، مش عارفه ليه حاسه ان الريحه طالعه من اوضه النوم بتاعتنا، مع اني يعني بنضفها وبهويها كل يوم. لا لا، تلاقي بس العيال رامين برتقانه ولا صابع موز ولا اي حاجه. بقولك ايه يا حبيبتي، انت بس نظفي وبصي كده حوالين السرير والكومودينو، ان شاء الله هتلاقي الحاجه اللي عامله الريحه الوحشه. خلاص يا خالد، بقولك ايه، انا بجد ما بقتش مستحملة الريحة دي، خليك انت قاعد مع العيال وانا هقوم اروق الشقة. وبدأت حسناء كل يوم تشتري اغلى المعطرات والمنظفات وتمسح الشقة وتهويها تقريبا طول اليوم النهار والليل، لكن برضو الريحة الوحشة بتبان، حتى اولادها بدأوا يقرفوا انهم يدخلوا اوضة النوم. لا بقى يا خالد، بصراحة ربنا الريحة بقت زيادة قوي، طب ده أنا مكسوفة أصلا حد يجي يدخل عندي وشم الريحة الوحشة دي. بقولك إيه حسناء، هو ممكن تكوني أنت اللي شم الريحة قوي كده، أنا بصراحة مش شامم ريحة وحشة ولا حاجة، يعني هي بتبقى بالليل كده من تقفلة الشقة، إنما الصبح أول ما بتفتح الشباك الريحة بتروح عادي، يعني خدي بالك إننا إحنا والعيال والحمام كده يعني حسناء، أي بيت فيه أطفال لازم بيبقى فيه الريحة دي. بقولك إيه، أنا هنزل أروح الشغل وإنتي امسحي الشقة وروقيها زي كل يوم. يلا يا حبيبتي بعد إذنك. ونزل خالد وراح شغله، وفجأة برن جرس الباب بتاع حسناء، وكانت واحدة جارتها بتدخل وتقول: ازيك يا حسناء يا حبيبتي، معقولة بقالي كام يوم مش بشوفك يا بنتي ولا كأننا جيران. اهلا يا علا، معلش يا حبيبتي والله شوية مشاغل كده، انت عارفة بقى الولاد داخلين على امتحانات ومذاكرة وليلة طويلة، حقك عليا. المهم بقى تشربي ايه؟ لا اشرب ايه؟ بقولك ايه، هو انت ما بتفتحيش الشقة ولا ايه؟ مش عارفة ليه حاسة بريحة زي ما تكون كمكمة كده. والله انت كمان شامة الريحة دي؟ طيب ايه رأيك بقى يا علا ان الريحة دي في شقتي بقالها اسبوع، وكل ما اقول لخالد انت شامم الريحة الاول كان يقولي ايوه فعلا وفي ريحة وحشة في الشقة، ودلوقتي بقى بيقولي مفيش حاجة وانت بيتهيألك. لا مش بيتهيألك ولا حاجة، بالفعل في ريحة وحشة، ده زي ما يكون يا بنتي فار او حاجة. هو انت عندك فيران بتحط لهم مواد سامة ولا حاجة؟ لا خالص، عمري الحمد لله ما عندي اي حاجة من كده، بس فعلا الريحة دي
ما بقالهاش كتير، والغريبة انها بتختفي بالنهار لما افتح الشباك، انما بالليل لما بقفل بتبقى زيادة قوي. وحياتك يا علا، انا بقيت ليل نهار مفتحة الشبابيك. يا خبر يا بنتي، طب وانتي هتفضلي مستحملة كده لحد امتى؟ بقولك ايه، تحب اقوم اجر معاك الكراسي والدواليب نشوف ايه وراها؟ ما تتعبيش نفسك يا علا، وحياتك يا اختي عملت كل اللي بتقولي عليه. طب ده انا كل يوم حالي مهدود في البيت، تنظيف وكل حاجة بعملها علشان بس اعرف الريحة الغريبة دي جاية منين، وحياتك ابدا ما لقيت لها اي تفسير. لا لا يا علا، بصراحة كده يا حبيبتي الموضوع بدأ يقلق. عموما تعالي نقعد عندي في شقتي، وبإذن الله بكرة نشوف لك حل. وبالفعل راحت حسناء وعلا شقة علا. حسناء حست انها طلعت فعلا من الريحة الوحشة اول بس ما طلعت على السلم، وطول ما هي قاعدة مع علا كل تفكيرها انها تشيل كل الفرش من الشقة وتدور ايه اللي عامل الريحة الوحشة دي. ويوم اجازة خالد حسناء قاعدة وحط ايدها على خدها ومتضايقة جدا، وخالد بيقول ايه حسناء خير يا حبيبتي، حط ايدك على خدك كده ليه؟ وبعدين مش مفتحة الشبابيك ليه؟ بصراحة انا هتخنق. ايه يا خالد، يعني خلاص اقتنعت ان في ريحة وحشة في الشقة؟ بقولك انا هتجنن، انا لو ما لقيتش اللي عامل الريحة الوحشة دي احنا لازم نمشي ونسيب البيت ده. الولاد اصلا قافلين على نفسهم اوضتهم ومشغلين المروحة علشان بس يعرفوا يتنفسوا. انا هتجنن يا خالد، مش عارفة الريحة دي بتيجي منين. دي حتى علا جارتنا اول ما دخلت عندي امبارح شمت الريحة على طول وانتقدت المكان والشقة. بقولك ايه يا حسناء، انا مش عارف ليه كده طول النهار ماشي شمشم في الشقة، وقربت افهم باذن الله انا متأكد ان الريحة طالعة من اوضة النوم صح؟ ايوة يا خالد فعلا الريحة طالعة من اوضة النوم، بس انا حركت الدولاب وحركت السرير والكومودينو والتسريحة مفيش اي حاجة، يبقى الريحة جاية منين؟ ما انا كمان خلاص قربت اتجنن. بقولك ايه، تعالي معايا. خير يا خالد في ايه؟ هو انت شايف حاجة انا مش شايفاها؟ بقولك ايه حسناء، ايدك معايا كده يلا نقلب المرتبة دي، لاني متأكد ان الريحة جاية من المرتبة. جاية من المرتبة ازاي يعني؟ ما المرتبة زي الفل قدامك اهي، وحتى جديدة، دي شكلها اصلا محدش نام عليها، الله اعلم صاحبها بيعها ليه. بقولك ايه، ايدك بس معايا ونشوف الدنيا فيها ايه. اه بالفعل خالد قلب المرتبة وشاف ان الخياطة مفكوكة ومتخيطة تاني، واول ما حسناء جابت المقص فتحوا المرتبة حسناء صرخت وقالت يا خبر ابيض، ايه ده يا خالد، ده في حاجة ملفوفة جوه المرتبة. اعوذ بالله، هي استني يا حسناء، فعلا الريحة الوحشة فاحت قوي. شفت يا حسناء، انا كنت متأكد ان المرتبة فيها حاجة. لا 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 يا خالد، انا هيغمى عليا من الريحة، مش ممكن، ايه ده؟ استني يا حسناء لو سمحتي، انت هتلمي علينا الجيران والعيال يجوا ولا ايه؟ ايه دي، وانا هفتح الكيس واشوف فيه ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا خالد، انت نسيت القرآن اللي حافظه ولا ايه؟ انا بصراحة خايفة، خايفة جدا ومرعوبة، ده شكله كده اعوذ بالله عمل. بصي بقى، استني، الكيسة فيها كلب صغير. ايه؟ كلب؟ اعوذ بالله. ايوة يا حسناء، ده كلب صغير وشكله كده متحنط. يا خبر ابيض، ايوة فعلا، ده كده يبقى مليون في المية عمل، وحد عامله لاصحاب المرتبة، اعوذ بالله. بس هو مستحيل طبعا، مستحيل ان المصنع يطلع حاجة زي كده، ولا صاحب المصنع يحط فيه عمل للزباين، معقول يا خالد؟ لا، ده العمل ده اصلا متحنط على الكلب، وما كانش المفروض ان الريحة تفيح كده، لكن طبعا اللي محنطه طلع غبي والتركيبة بتاعته باظت، علشان كده الريحة طلعت. بقولك ايه، احنا هنلفه واروح ارميه في البحر وخلاص يا ستي، ربنا يعوض علينا. ولو عايزاني ارمي المرتبة على بعضها خلاص، ولو اني بقول يعني اني اول ما طلع الكلب ده وارميه خلاص الريحة هتروح. استنى عندك، ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا طبعا، احنا عرفنا وتأكدنا ان ده عمل، يبقى لازم ندور ونعرف المرتبة دي كانت بتاعت مين وليه باعها، ده اكيد صاحب المرتبة ده لسه مأذي.
بقولك ايه يا حسناء، احنا مالنا؟ احنا ما يتحرقوا، هما باعوا المرتبة وخلاص واحنا اللي شربناها. بقولك ايه يا خالد، انت شكلك كنت عارف حاجة وعارف مين اصحاب المرتبة دي، صح ولا مش صح؟ اتكلم يا خالد، انا بجد بقيت موسوسة وخايفة منك. وانا هخبي عليكي ايه يعني؟ هقولك الحقيقة يا ستي، بصراحة بقى الراجل قال لي ان الفرش الحلو الجميل اللي انت شايفاه ده كله فرش بنت كانت عروسة ودكتورة ومتجوزة دكتور زميلهم، لكن للأسف يعني ما قعدوش 3-4 ايام والبنت اتجننت وجريت في بلاد الله الواسعة، ده حتى مش عارف لها طريق جرة. يا ساتر يا رب، يعني معنى كده ان حد ابن مؤذية كان حاطط لها العمل ده في المرتبة، صح يا خالد؟ حرام عليك يا خالد، انت لو كنت قلتلي كده من الاول اصلا ما كنتش جبتها، انت عارف ان انا نجم خفيف وموسوسة. وليه يعني ما تقوليش ان ربنا اراد اننا نجيب المرتبة ونعيش عليها كمان علشان نكتشف العمل الاسود ده؟ بقولك ايه، انا برأيي اننا نرمي الكلب ده في البحر وخلاص، والبنت اللي اتجننت دي بقى ربنا يشفيها. انت بتقول ايه يا خالد؟ احنا مش سلبيين للدرجات دي ولا معدومين الضمير، انا هروح للتاجر وهعرف منه ايه الحكاية كلها، ولازم اكشف الحقيقة وهوصل لاهل البنت وخلي العمل ده معانا علشان اهل البنت ياخدوه وروحوا بيه لحد يعرف يفكه. ايه يا حسناء، انت هتعمليهم شغلانة ولا ايه؟ هم كانوا من بقية اهالينا؟ لا طبعا ملناش دعوة. لا يا خالد لينا، وشكلك ان انت خايف كده، خايف اني اعرف حاجة، وبصراحة الفار بدأ يلعب في عبي. لا لا، ولا مخبي حاجة ولا حاجتين، اتفضل اعملي اللي انت عايزاه وروحي في اي حتة. وبالفعل حسناء غيرت هدومها وراحت المعرض اللي بيبيع الحاجات المستعملة، وقعدت مع التاجر وقالت له: بقولك ايه يا ريس، انا اشتريت منك مرتبة من كام يوم، ويومها كان عندك فرش حلو قوي وباين عليه انه لسه جديد، ولما سألتك جوزي توه في الكلام ومرضيش يحكيلي، ايه رأيك بقى ان انا كنت عايزة اعرف ايه حكاية الفرش ده والمرتبة دي كانت بتاعت مين؟ ليه يا ست هانم، هو المرتبة فيها حاجة لمؤاخذة؟ فيها، بس لما تحكيلي هفهمك على كل حاجة، واعمل حسابك اللي انت هتقوله ربنا شاهد عليه، لان المسألة مسألة حياة او موت. خلاص يا ريس اتفضل بقى احكيلي. لا وانا هحكيلك ليه، دي حكاية طويلة قوي، انا وديكي للست فاطمة. انا هوديكي للست فاطمة، الست فاطمة دي ام الدكتورة ندى العروسة اللي الفرش بتاعها ده كله حرام اتباع قطع غيار. بقولك ايه، يلا بسرعة مش وقت عطلة، وديني للست ودلوقتي حالا. وفعلا حسناء راحت بيت الحاجة فاطمة وقعدت معاها، اللي اول ما اتفتحت سيرة ندى الحاجة فاطمة قالت: حسرت قلبي عليها، كانت دكتورة زي الورد، ما كانش حد زيها في الدنيا، لكن هنعمل ايه يا بنتي، من اول ليلة الفرحة بقت بتصوت وتلطم وتصرخ، والمصيبة يا بنتي انها كانت بتجري ورا جوزها وعايزة تخلص عليه، هنعمل ايه يا بنتي؟ الله اعلم باللي صابها، دي ندى كانت زينة البنات، لكن ايه اللي حصل لها من اول ما دخلت شقتها الله اعلم. بقولك ايه يا حاجة، انا هحكيلك اللي حصل معايا، بس قبل ما احكيلك لازم تقوليلي هي الدكتورة ندى فين دلوقتي؟ والله يا بنتي ندى حابسينها جوه في الأوضة، الدكاترة بتديها مهدئات. طب ده احنا جبناها بالعافية بعد ما هربت من العريس، والله أعلم يا بنتي حصل لها ايه، وعريسها كمان حابس نفسه في البيت يا حبة عيني. والله يا بنتي ده انا بطمن عليه، أول ما كلم أمه تنهار في العياط، ومش عارفين ايه اللي حصل لهم هما الاتنين. هاي انتي يا بنتي عرفتي حكايتهم منين وعايزة مننا ايه؟ بقولك ايه
حكى فاطمة، أنا يشاء القدر إني اشتريت المرتبة بتاعة الدكتورة ندى ونمنا عليها أنا وجوزي كام ليلة، وبعد كام يوم شمينا ريحة وحشة قوي، قلبنا المرتبة نشوف في إيه تحتها، وللأسف لقينا كيس أسود محشور بين سوسة المرتبة من جوه، والمرتبة متخيطة عليه كأنها طالعة من المصنع بتاعها، ولما فتحناه لقينا فيها كلب صغير، والكلب ده معمول فيه حاجة ربنا يجازي اللي عملها، والكلب ده كان متحنط بحيث ان الريحة ما تطلعش ابدا لو فضل سنين وسنين في المرتبة، لكن عشان ربنا يفضحهم ويكشف سترهم التحنيطة طلعت غلط وريحة الكلب فاحت. قوليلي بقى مين اللي دخل شقة بنتك، ومين اصلا اللي يقدر يعني يفتح المرتبة وحط فيها العمل وخيط تاني؟ ما هو اكيد مفيش ضيوف هتدخل تفتح المرتبة وتخيطها تاني. استني يا بنتي استني، ده كده الموضوع كبير قوي ولازم جوز بنتي يجي ويعرف الحكاية. ايوه صح، الا المرتبة دي ليها حكاية كبيرة قوي. خير يا حاجة، ايه الحكاية؟ قبل ما احكيلك الحكاية اسمحيلي بس اديني 10 دقايق اكلم حمات ندى وجوز ندى واقول لهم اللي انت بتقوليه وانا هفهمك الحكاية. من طقطق لسلام عليكم. وبعد نص ساعة رجعت الحاجة فاطمة وهي مرتاحة وعمالة تحمد ربنا وتشكر فضله، وقالت لي ألف حمد وشكر ليك يا رب، احنا يا بنتي مديونين ليكي بحياة بنتنا وحياة جوزها، دلوقتي حالا جوز بنتي هيجي ويحكي قدامك كل اللي حصل، وبالمرة هيجي واحد طيب راجل هيجي راجل طيب حافظ قرآن ربنا يفك العمل ده، وبنتي تروق وترجع زي ما كانت، وانت بنفسك هتعرفي ان محدش يآمن لصوابع ايديه. احكي حاجة ارجوكي، انا الفضول عندي زاد قوي، عايز اعرف مين اللي عمل كده في الدكتورة ندى. وبعد شوية جه راجل طيب وفعلا عمل شوية شغل كده وفك بيهم العمل، وقعد الدكتور عمرو جوز ندى وقعد يحكي ويقول، وفلاش باك ندى بتقول للدكتور عمرو جوزها، بقولك ايه يا حبيبي، تغريد صاحبتي اول ما عرفت اننا بنفرش الشقة قالت لي المراتب هجيبها لك انا، انت عارف ان باباها واخد توكيل اكبر شركات المراتب في البلد وبيبيعوا مراتب كتير قوي كويسة، قالت لي مش هدفع ولا مليم، والمراتب بتاعت اوضة الاطفال واوضة النوم هدية منها ليا، ايه رأيك بقى كده اصحابي بيوفروا علينا ولا لأ؟ معقول يا حبيبتي، هو في حد يعني هيديكي 3 مراتب مرة واحدة هدية؟ طب قولي مرتبة واحدة. لا يا حبيبي، هي قالت لي هتديني كل مراتب الشقة، وقالت لي كمان يا ستي لو عندك 10 سراير انا مستعدة اجيب لهم كلهم مراتب على حسابي ومن اجود الانواع كمان. عموما اشكريها وقول لها الف شكر. بس هي مين تغريد صاحبتك دي؟ انا ما شفتهاش معاكي قبل كده. ايوه يا حبيبي، ما هي تغريد طلعت من الكلية بدري واشتغلت مع والدها، يعني هي كانت شايفة مستقبلها في التجارة، بس بصراحة ندمت اشد ندم وبتقولي انها ضيعت مستقبلها، كانت فاكرة ان الفلوس هي اللي بتعمل السعادة. بصراحة انا بشور عليها انها ترجع من تاني وتقدم ثانوية عامة وتدخل كلية كويسة، هي اصلا كانت داخلة كلية هاي كلام كده، بس بصراحة جدعة جدا وبتحبني او بتحبيلي الخير. خلاص يا حبيبتي انت تشكريها وما تنزيش تعزميها في الفرح. طبعا يا حبيبي طبعا، لازم باذن الله اعزمها. وبالفعل يوم فرش الشقة تغريد صاحبتها جابت 3 مراتب وطلعوها الرجالة اللي شغالين معاها في المحل، وقالت لندى، بقولك ايه يا ندى يا حبيبتي، المراتب دي من اجود انواع المراتب في مصر، وحياتك منقياهم على الفرازة ومعمولين مخصوص للعرسين، الف مبروك يا حبيبتي وربنا يسعدك.
الله يبارك فيك يا تغريد وعقبالك يا حبيبتي، ربنا يعوضك خير. بصراحة أنا نفسي أوي أفرحلك يا تغريد وربنا يعوضك يا حبيبتي عن الجوازة اللي فاتت. هقولي يا رب الحمد لله، يعني كانت غلطة ومش هتتكرر تاني. طبعا يا تغريد انت يا حبيبتي ست العرايس، والمفروض لما تتجوزي شاب زي حالاتك، مش تتجوزي راجل عجوز زي المرة اللي فاتت وكنت مبسوطة بيه. معلش يا ندى لو سمحتي بقى ما تفتحيش السيرة دي، يعني ما بحبش اقلب المواجع على نفسي. هو بابا كان اقنعني بيه وقال انه صاحبه ورجل اعمال، بس بيني وبينك يا ندى طلعت جوازة الحسرة والندامة، خلاني هقعد من الكلية، وكمان كان عايزني خدامة لعياله. يلا الحمد لله، لكن من هنا ورايح انا لازم اختار، واختار كويس قوي، انا مش اقل من اي واحدة. ولعلمك انا ممكن كمان هتجوز دكتور زي الدكتور عمرو جوزك ده، عادي يعني انا مش قليلة برضو. طبعا يا حبيبتي وتتجوزي احسن مننا كمان باذن الله، ربنا هيعوض عليكي. الف شكر يا حبيبتي، الف شكر على الهدية. وبالفعل تم فرح الدكتورة ندى والدكتور عمرو، وكانت تغريد موجودة في الفرح، لكن تغريد كانت دايما شايفة ان ندى خدت حق مش حقها، شايفة انها احسن من ندى واغنى منها وتستاهل احسن منها. تغريد كان ليها تجربة فاشلة في الجواز، وكمان سابت الكلية بدري، لكن لما شافت ندى خلصت كلية طب واتجوزت راجل محترم زي الدكتور عمرو، واضح ان الغيرة كلتها وقررت انها تبقى ندى زيها تمام، مطلقة وليها سابقة في الجواز. واللي حصل زي ما حضراتكم شفتوا، وبعد كام يوم فاقت ندى الحمد لله، وفاقت من كل اللي هي فيه، وبتقول لمامتها: ماما هو ايه اللي حصل؟ انا كاني كده كنت نايمه، كان مغمى عليا، مش عارفه، انا حاسه ان زي ما كنت في فيلم عربي قديم. هو احنا اتجوزنا انا وعمرو ولا ما اتجوزناش، ولا ايه اللي حصل يا ماما؟ انا حاسه ان ركبت آلة الزمن. حبيبتي حمد لله على سلامتك، حبيبتي انت بقالك اكتر من 3 شهور ربنا وحده اعلم بيكي، بتنزلي تجري في الشوارع وتصرخي وسايبه بيتك وجوزك، جوزك كمان قافل على نفسه، بس الحمد لله يا بنتي ربك ما بيعملش حاجه وحشه. يمكن كل ده حصل علشان يديلك درس انك ما تامنيش لحد ولا تدخلي حد حياتك، ويدي لكل الناس درس ان الغيره والحقد هيفضل في نفوس البشر لحد يوم القيامه. يا بنتي احمدي ربنا وصلي وادعي طول عمرك ان ربنا يبعد عنك ولاد الحرام. انا هحكي لك كل اللي حصل يا ندى علشان ما تامنيش لحد تاني، بس قبل ما احكي لك لازم تكلمي جوزك وتفرحيه وتعرفيه انك رجعتي الحمد لله، رجعتي من الغيبوبه دي كلها يا بنتي. والحمد لله رجعت ندى لجوزها، والحمد لله كمان انا كمان اتعلمت الدرس كويس جدا، وما بقتش امن لحد ولا ادي سر لحد، وعرفت فعلا على رأي الحاجة فاطمة ان الغيرة والحقد والحسد موجودين في النفس البشرية حتى قيام الساعة. الحمد لله على كل شيء.